هذا البرنامج برعاية أوقاف علي عبد العزيز الضويان. عطاء بإحسان. هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور، يمضي عليه المؤمنون به، درب الهدى بالقوم معمور. الفقه زاد القوم يسعفهم، ناداهم داعي الهدى سيروا، وتفقهوا في الدين واغتنموا، فالفقه بعد الشرح ميسور. لتعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا في موسمه الرابع، والذي يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثانية مساء بتوقيت مكة المكرمة. نواصل اليوم بمشيئة الله شرح كتاب الطهارة من كتاب أخصر المختصرات في الفقه بصحبة الشيخ الدكتور أبو بكر بن سالم باجنيد، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز حفظه الله. كما نسعد باستقبال أسئلتكم عبر رقم الواتساب الذي يظهر لكم لاحقا على الشاشة، كما ننوه عن ظهور رابط لقياس الفهم في نهاية الحلقة. باسمكم جميعا أستأذنكم في الترحيب بشيخنا، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبياكم. الله يحييك. نستأذنكم في مواصلة القراءة من حيث توقفنا شيخنا. تفضل حياك. قال المصنف رحمه الله: وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما زلنا في الكلام على نواقض الوضوء وعلى ما يتطهر له. قال المصنف: وحرم على محدث، وقد جاء الكلام على هذا سريعا في اللقاء الماضي لضيق الوقت. حرم على محدث مس مصحف، وذكرنا الدليل على ذلك، حتى جلد المصحف وحواشي المصحف لا يمس ذلك المحدث. وصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فالصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا لا تصح مع الحدث. وذكرنا أن السجود، سجود التلاوة وسجود الشكر، كل ذلك داخل في هذا، فيجعلون ذلك صلاة. لا يحل للمحدث أن يفعل ذلك إلا على طهر. وكذلك الطواف، والطواف بالبيت صلاة، فلا بد للطائف أن يكون متطهرا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وعلى جنب ونحوه ذلك، وقراءة آية قرآن، ولبث في مسجد بغير وضوء. نعم، هنا ذكر الجنب ونحوه، قال: وعلى جنب ونحوه، يعني على الجنب والحائض والنفساء. يحرم على هؤلاء ذلك، يعني ما مضى، مس المصحف والصلاة والطواف. ويضاف إلى ذلك قراءة آية قرآن، يعني قراءة آية فصاعدا عن ظهر قلب، عن ظهر قلب. المحدث حدثا أصغر يجوز له أن يقرأ عن ظهر قلب، أما المحدث حدثا أكبر فإنه لا يقرأ القرآن عن ظهر قلب، لا يقرأ القرآن عن ظهر قلب. نعم، وقراءة آية قرآن يعني آية فصاعدا. أما لو تلا شيئا من القرآن لا على أنه قرآن فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. كان يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إذا أصابته مصيبة، أو سبح عند التعجب أو نحو ذلك، فهو لا يقصد بذلك قراءة القرآن. ولبث في مسجد بغير وضوء، اللبث هو المكث والبقاء في المسجد. قالوا: ولو مصلى عيد،
فمصلى العيد ينصون على أنه مسجد، ينصون على أن مصلى العيد مسجد. فاللبث في المسجد بغير وضوء محرم على من كان محدثا حدثا أكبر. فإذا توضأ خفف الجنابة أو خفف الحدث الأكبر فجاز له ذلك، الحائض وكذلك النفساء إذا انقطع دمها وتوضأت فإنها يجوز لها كذلك أن تجلس في المسجد. نعم. ومما يتعلق بهذه المسألة أن الدليل عليها قول الله تبارك وتعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فصل: موجبات الغسل سبعة: خروج المني من مخرجه بلذة، وانتقاله، وتغييب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل، وإسلام كافر، وموت، وحيض، ونفاس. نعم، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى الكلام على ما يوجب الغسل وعلى ما يسن له الغسل. أما موجبات الغسل فقال إنها سبعة. والغسل كما نعلم هو أن يعم البدن بالماء لأجل الطهارة أو لنقل بنية قال: موجبات الغسل سبعة: خروج المني من مخرجه بلذة. خروج المني، المني معروف وهو الماء الدافق، ويكون من الرجل في العادة أبيض غليظا، ويكون من المرأة أصفر رقيقا. هذا المني إذا خرج من مخرجه وكان بلذة إلا أن يكون الإنسان نائما أو نحو ذلك، فهنا لا ننظر إلى شرط اللذة، فيما لو خرج المني من مخرجه حال النوم، يكفي أن يخرج المني حال النوم لنوجب على هذا الإنسان الغسل. أما ما عدا ذلك فإنه لا يجب الغسل بخروج المني إلا بأمرين: الأول أن يخرج من مخرجه. قالوا: لو انكسر صلبه وخرج المني فهذا لم يخرج من مخرجه، فقالوا هذا لا يوجب الغسل. وكذلك لو خرج لأجل البرد أو مرض فإن ذلك لا يوجب الغسل. الأمر الثاني: وانتقاله، أي من موجبات الغسل انتقال المني. انتقاله فيما لو أحس بانتقاله من الصلب، فحبسه فلم يخرج من المخرج، قالوا هذا الانتقال يوجب الغسل أيضا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك عندهم أن من معاني الجنابة ومن معاني الجنب حصول المباعدة، فالمني إذا باعد محله فإنه يسمى هذا الإنسان جنبا من حيث اللغة، والله جل وعلا يقول: وإن كنتم جنبا فتطهروا. نعم. الثالث من موجبات الغسل: تغييب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل. الفرج هنا كما صنع في النواقض، الفرج هنا أراد به القبل، والدبر معروف. قال: وتغييب حشفة في فرج أو دبر. هذا الأمر يوجب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والواقع أن الختانان لا يلتقيان، أن الختانين لا يلتقيان حال الجماع، لكن المقصود أنه تحصل المحاذاة أو مجاوزة المحاذاة. نعم. فإذا حصل ذلك فإنه يجب الغسل.
ولهذا قال تغييب حشفة، ويقيدون ذلك بأن تكون حشفة أصلية، نعم، في فرج أو دبر، هذا من موجبات الغسل. والحنابلة يقيدون ذلك بأن يكون بلا حائل، بلا حائل، فلو كان بحائل بأن لف شيئا على الحشفة فإن ذلك لا يدخل في هذا الحكم. نعم. وتغييب حشفة في فرج أو دبر، لو كانت الحشفة مقطوعة أو مفقودة من إنسان فما الحكم؟ قالوا أن يغيب قدرها من المقطوع، لو غيب قدرها من المقطوع في فرج فإن ذلك يوجب الغسل. قال ولو لبهيمة أو ميت، قالوا لأن المعنى واحد، جعلوا المعنى واحدا في ذلك، لأن مجرد التغييب هنا لا ينظر فيه إلى حصول اللذة أو عدم حصولها. نعم. الرابع من موجبات الغسل عندهم إسلام الكافر، فالكافر إذا أسلم ولو كان مرتدا فإنه يجب عليه الغسل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بعض من أسلم بالغسل، جاءت نصوص في الأمر بالغسل. وهنا لا فرق بين أن يكون في حال كفره قد حصل منه ما يوجب الغسل من الموجبات الأخرى أو لم يوجد، أو لم يوجد، فإذا أسلم بمجرد دخوله في الإسلام يوجبون عليه الغسل. قال وموت، الموت يوجب الغسل، أي أن الأحياء يجب عليهم أن يغسلوا الميت، لكن استثنوا من ذلك صورتين. استثنوا من ذلك شهيد المعركة، شهيد المعركة، وهذا يخرج منه ما لو كان شهيدا من شهداء الآخرة كما يسميهم بعض العلماء، كأن يموت مبطونا أو غريقا أو بسبب هدم أو نحو ذلك، فهؤلاء نعم يغسلون. نعم. والمستثنى الثاني المقتول ظلما عند الحنابلة، قالوا المقتول ظلما كذلك لا يغسل. نعم. وحيض، وذكر كذلك النفاس، والمقصود خروج الدم، خروج الدم. لكن هنا مسألة مهمة، المسألة المهمة ها هنا أنه من شرط صحة الغسل انقطاع الدم. الآن خروج الدم يوجب ماذا؟ الغسل. الغسل، لكن انقطاعه شرط لصحة الغسل. الغسل. طيب، هناك مسألة أيضا أخرى يريدونها في كتبهم رحمهم الله تعالى، لو أنه، لو أن هذه المرأة التي جاءتها الحيضة كانت على جنابة، هل يجب عليها حال حيضها أن تغتسل؟ قالوا يستحب لها ذلك ولم يوجبوه، أي أنها لو أخرت الغسل حتى ينقطع دمها فذلك جائز لها، لكن الأفضل أن تخفف ذلك وأن تبادر بغسل لذلك، لتلك الجنابة أول الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال وسن لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء. نعم. من المسائل المهمة قبل الانتقال إلى السنن مسألة النفاس، المرأة متى تعد نفاسا؟ لو ألقت شيئا فيه تخطيط، يعني فيه صورة إنسان، فيه صورة إنسان، ففي هذه الحال يكون لها حكم النفاس. نعم. وأما إذا لم يكن شيء من ذلك، بأن وضعت مضغة ليس فيها تخطيط ولا صورة إنسان قبل يعني حصول هذا الأمر، وألقت هذه المضغة في وقت باكر، فإن ذلك لا يدخلها في حكم النفاس. نعم. نعم. ثم ذكر المصنف ما يسن له الغسل، فبدأ بالجمعة، والمقصود أن الذكر الرجل الذي يريد حضور الجمعة
يسن له أن يغتسل ولو لم يكن من أهل الوجوب، ولو لم يكن من أهل الوجوب. فإذا أراد حضورها فإنه يسن له أن يغتسل، وهذا آكد الأغسال المسنونة، آكد الأغسال المسنونة، ولهذا قدمه ها هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. طيب كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم واجب وأنتم تقولون سنة؟ الجواب عن هذا أنه ينبغي للطالب العلم ألا يحاكم النصوص الشرعية إلى الاصطلاحات المتأخرة، أي أنه قد يرد في بعض الألفاظ لفظ حد، فيأتي بعض الناس يعني في النصوص يأتي لفظ حد فيأخذ لفظ الحد ويفهم أن الحد هو الذي عرفه الفقهاء في كتبهم، وهذا تعريف متأخر، وقد يكون الحد في النص غير ذلك. كذلك لفظ الواجب قد يدل على الشيء المتأكد، يدل على الشيء المتأكد ولكنه ليس بمعنى أنه أمر مفروض. نعم. والذي جعلهم يصرفون هذا أدلة أخرى، أدلة أخرى، ومن ذلك الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت. نعم، من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وجاء عن أم المؤمنين عائشة أن الناس إنما طلب منهم هذا وأمروا بهذا لما كانوا يأتون إلى الجمعة من أعمالهم فيؤذي الناس ريح العرق. نعم، فكأنهم نظروا إلى ذلك كله وقالوا بأنه من السنن المؤكدة. نعم. والعيد، العيد كذلك هو مجتمع الناس، فإذا جاء الإنسان مغتسلا فإن ذلك يعني يزيل عنه الأذى حتى لا يؤذي إخوانه، وكذلك للكسوف، كذلك لنفس العلة، للعلة نفسها، واستسقاء يعني لأجل الاجتماع لصلاة الاستسقاء. قال وجنون وإغماء لا احتلام فيهما، يعني لو أنه جن نعم أو أغمي عليه وأفاق ماذا يصنع؟ يغتسل. يغتسل. نعم. إذا كان فيه احتلام، إذا احتلم حال إغمائه ماذا نقول؟ وجوب. هنا ننتقل إلى الوجوب، لأنه وجد موجب من موجبات الغسل. واستحاضة يعني يجب أو يسن؟ يسن. يسن. هنا الكلام على المسنون. قال واستحاضة لكل صلاة، يعني يسن الغسل أن تغتسل المستحاضة لكل صلاة، صلاة، والمستحاضة غير الحائض. نعم. وإحرام، وإحرام، والغسل لأجل الإحرام سنة من السنن. نعم. ودخول مكة كذلك، وحرمها أي لدخول حرم مكة، ووقوف بعرفة، وهذا ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا مجتمع الناس، مجتمع الناس كما هو معلوم. نعم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار. نعم. إذن ذكر أيضا طواف الزيارة وهو طواف الإفاضة أو طواف الحج، كذلك يغتسل له وهذا مسنون. ووداع أي طواف الوداع، الوداع كذلك. ومبيت بمزدلفة ورمي جمار، كل هذا الظاهر أنهم استحبوه، استحبوا الغسل لهذه المواضع لأجل هذا المعنى، أن الناس تجتمع فيستحب أن يغتسلوا حتى لا يؤذي بعضهم بعضا. نعم. صلى الله عليكم. قال وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله. نعم. تنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس، يعني إذا كان شعرها معقودا فإنه يجب أن تنقض شعرها إذا كان غسل حيض أو غسل نفاس. أما إذا كان غسل جنابة
فإنه لا يجب عليها النقض إذا كان الماء يروي أصول شعرها، إذا روت أصول شعرها. نعم، ففرقوا بين الحيض والنفاس وبين الجنابة. لماذا؟ لأن الجنابة قد تتكرر أكثر، قد تتكرر أكثر، وأما الحيض والنفاس فربما يعني يكون الأمر في ذلك أخف. نعم. قال: وسن توضؤ بمد واغتسال بصاع وكره إسراف. نعم، ذكروا أن السنة أن يتوضأ بمد، والمد هو ربع صاع، يعني الصاع أربعة أمداد، ومقدار المد تقريبا من الماء 650 ملي لترا تقريبا، هذا مقدار المد. وأما الاغتسال فبصاع. لماذا؟ لأنه مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قيل لجابر رضي الله عنه في ذلك إنه لا يكفي، أو قال أحدهم لا يكفيني، قال: قد كفى من هو خير منك وأكثر منك شعرا، عليه الصلاة والسلام. وكره إسراف، يعني ولو كان على نهر جار يكره الإسراف في الوضوء وفي الغسل. نعم. قال: وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث أو الحدث وأطلق ارتفع. نعم، إن نوى بالغسل اغتسل ونوى بذلك أن يرفع الحدث الأصغر والأكبر فيرتفع الحدثان، أو نوى رفع الحدث وأطلق لم يعين، أراد أن يرتفع حدثه ولم يعين نوع الحدث، يرتفع ماذا؟ الحدثان، لأن اسم الحدث يشملهما، لأن اسم الحدث يشملهما معنا. قال: وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ. نعم، يسن للجنب، يعني هذه من السنن، أن يغسل فرجه ليزيل ما به وما حوله من أذى، ويسن له إذا كان جنبا أن يتوضأ للأكل وللشرب، إذا أراد أن يأكل أو يشرب، وهذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا أراد أن ينام، وسيأتي لهم حكم خاص بالنوم. ومعاودة وطئ، إذا أراد أن يعاود الجماع فيسن له أن يتوضأ، وقد جاء تعليل ذلك بأنه أنشط للعود، جاء تعليل ذلك بأنه أنشط للعود. نعم. قال: والغسل لها أفضل، وكره نوم جنب بلا وضوء. نعم، الغسل لأجل هذه الأشياء أفضل من الوضوء، يعني إذا أراد أن ينام فالأفضل أن يغتسل، لكن لو لم يجد لذلك نشاطا فليتوضأ، وهذه سنة، وينام، يعني يؤجل الغسل إلى حين استيقاظه. نعم. قال: وكره نوم جنب بلا وضوء. طيب، إذا نام بلا وضوء فهذا مكروه. مكروه. طيب، لو أكل أو شرب أو عاود الوطأ بلا وضوء ما الحكم؟ لم يقولوا هنا بالكراهة، يعني هو ترك السنة في هذا لكن ليس مكروها كما هو الحال في أمر الجنابة. نعم. قال: فصل في أمر النوم. نعم، في أمر النوم. نعم. قال: فصل: يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء لحبس أو غيره أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر بدن أو مال أو غيرهما، ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن. إذا دخل، قال: إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. أحسنت. نعم، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى للكلام على التيمم، للكلام على التيمم. والتيمم
كما هو معلوم استعمال التراب الطاهر ذي الغبار في الوجه واليدين، في الوجه واليدين أو على صفة مخصوصة بنية. يصح التيمم قال بتراب طهور مباح له غبار، اشترطوا هذه الشروط. ومن المسائل المهمة عند الحنابلة أن التيمم مبيح ولا يرفع الحدث، التيمم لا يرفع الحدث وإنما هو مبيح لما تيمم لأجله، مبيح للصلاة أو نحوه. ودليلهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه إيش؟ بشرته، وليمسه بشرته. فقالوا هذا دليل على أن التيمم لا يرفع الحدث، بدليل أنه قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. إذن قالوا لم يدل هذا الدليل، أو بل دل هذا الدليل على أن حكم التيمم لم يستمر بعد وجود الماء، لم يستمر حكم التيمم بعد وجود الماء. نعم. واشترطوا في ذلك أن يكون بالتراب، اشترطوا أن يكون بالتراب، فلا يجزئ غير التراب، لا يجزئ الرمل ولا تجزئ النورة ولا يجزئ السباخ ولا غير ذلك مما كان غير التراب. نعم. وقد ورد في السنة ألفاظ أخذوا منها هذا الدليل. نعم. والطهور نعم واضح كما اشترطوا في مسألة الماء. المباح أن يكون مباحا غير محرم، وتعرفون أنهم كثير في كثير من الصور إذا شرحوا المباح أنهم يخرجون مثلا التراب المغصوب، كذلك عندما ذكروا الخف المباح يذكرون في مقابل ذلك أن يكون الخف مغصوبا. نعم. ويذكرون غير ذلك. له غبار، له غبار يعني لا بد أن يعلق شيء منه باليد. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نعم. فقالوا قوله منه دال على ماذا؟ على التبعيض، دال على التبعيض، فلا بد أن يكون بعض ذلك ملصقا أو عالقا باليد. نعم. وكذلك بالوجه. قال إذا عدم الماء لحبس أو غيره، إذن التيمم لا يصح إلا إذا عدم الماء. نعم. لحبس، ما معنى لحبس؟ أن يحبس هو عن الماء، أو يحبس الماء عنه، أو غيره، يعني غير الحبس صور كثيرة، يعني قد يأتي عدو ويقطع ماء البلد عافانا الله وإياكم، أو أن يكون هو عاجزا عن الوصول إلى الماء في بئر مثلا لفقد آلة، لفقد آلة تمكنه من الوصول إلى الماء. نعم. أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر، إذا خاف باستعمال الماء أو خاف بطلب الماء ضررا. نعم. الضرر قد يكون في البدن، كأن يكون في البدن جرح مثلا، أو مال، كأن يكون يخاف على بهيمته مثلا التي هي ملك له أن يخاف عليها، أو غيرهما، يعني غير البدن، أن يكون ضرر على غير البدن والمال، مثل الولد لو خاف ضررا على ولده لو ذهب يطلب الماء فيجوز له ماذا؟ أن يتيمم. والدليل قول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمم، فعدم وجود الماء هو الذي يبيح التيمم. وقالوا هذا العدم قد يكون من جهة الحكم حكميا، يعني إذا كان عاجزا فهو فالماء في حكم المعدوم، في حكم المعدوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويفعل، أي التيمم، ويفعل التيمم عن كل ما يفعل بالماء من طهارة، طهارة عن حدث أصغر، ومن طهارة عن حدث أكبر، سوى نجاسة على غير بدن، النجاسة التي على غير البدن، أخرجها من مما ذكر في هذا الموضع. يعني لا يتيمم الإنسان عن النجاسة التي تكون على غير البدن، ومفهوم هذا أنه لو كانت نجاسة على البدن فهل يتيمم عنها؟ نعم. لو كان هناك نجاسة على البدن لا يمكن له أن يزيلها بالماء فيتيمم عن ذلك، يتيمم عن ذلك. قال: إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. يعني الآن عرفنا أن التيمم مبيح في أول هذا الفصل، التيمم حكمه أنه مبيح، مبيح، فليس للإنسان أن يتيمم حتى يدخل وقت الفريضة. فإذا كان يريد أن يتيمم لصلاة الظهر فإنه لا يتيمم حتى تزول الشمس، يدخل وقت صلاة الظهر. أراد أن يتيمم لصلاة الصبح ليس له أن يتيمم حتى يطلع الفجر الثاني، فإذا دخل وقت صلاة الصبح جاز له أن يتيمم، لو فعل ذلك قبله لم يجزئه ولم يصح. قال: وأبيح غيره، يعني إذا أبيح غير الفرض، غيره يعني غير الفرض، مثل ماذا؟ الكسوف، صلاة الكسوف متى تباح؟ صلاة الكسوف برؤية الله إذا وجد سببها قبلها، فإذا حصل السبب جاز أبيح له أن يتيمم بالشروط المذكورة. طيب لو أن إنسانا سمع في وسائل الإعلام أن الكسوف سيكون في الساعة الثانية ظهرا، سمع أن الكسوف سيكون في الساعة الثانية ظهرا، فماذا صنع؟ قبل أن يقع الكسوف لم يجد الماء فتيمم ثم كسفت الشمس، لا يجزئ، هذا لا يجزئه ولا يصح. لماذا؟ لأنه لم يحقق هذا الأمر، لأنه لا يكون التيمم ولا يصح إلا إذا أبيح، إذا أبيح غير الفرض. كذلك لا يتيمم للنافلة في وقت النهي، هذه بعض الأمثلة على هذا المذكور. وأراك تريد أن تأخذ فاصلا فتفضل، جزاك الله خير. أحسن الله إليكم شيخنا، حياكم. أعزائي المشاهدين، لا تذهبوا بعيدا، فاصل قصير ونعود لكم بمشيئة الله تعالى. من مكة المكرمة حيث بيت الله الحرام شاع نور الوحي الإلهي لينير جنبات الأرض، وكم خرجت لنا مكة من علماء أجلاء بلغوا دين الله وعلموه للناس. ومن هؤلاء الإمام الكبير الحافظ عمرو بن دينار أبو محمد الجمحي المكي، أحد الأعلام وشيخ الحرم في زمانه، كان كما قال ابن حبان من متقن التابعين وأهل الفضل في الدين، وكان من أوعية العلم وأئمة الاجتهاد. عن ابن أبي نجيح قال: لم يكن بأرضنا أعلم من عمرو بن دينار ولا في جميع الأرض، وكان من الثقات المتقنين. قال أحمد بن حنبل: كان شعبة لا يقدم على عمرو بن دينار أحدا. وقال سفيان بن عيينة: عمرو ثقة ثقة ثقة، وكان من الفقهاء المفتين. قال عبد الله بن أبي نجيح: ما رأيت أحدا قط أفقه من عمرو بن دينار، لا عطاء ولا مجاهدا ولا طاووسا. وقال الحاكم: كان من الحفاظ المقدمين، أفتى بمكة 30 سنة، وكان حريصا على إفادة الناس. قال أبو جعفر محمد بن علي: إنه ليزيدني في الحج رغبة لقاء عمرو بن دينار، فإنه كان يحبنا ويفيدنا، وكان من العباد القانتين.
قال ابن عيينة: كان عمرو لا يدع إتيان المسجد، كان يحمل على حمار، ما أدركته إلا وهو مقعد. وقال أيضا: كان عمرو بن دينار جزأ الليل 3 أجزاء، ثلثا ينهم، وثلثا يدرس حديثا، وثلثا يصلي. ومن نفائس أقواله قوله في الحث على صلة الرحم: تعلموا أنه ما من خطوة بعد الفريضة أعظم أجرا من خطوة إلى ذي رحم. توفي عمرو بن دينار 25 و100 وهو ابن 80 سنة، رحمه الله ورفع درجاته في المهديين. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، استاذنكم فضيله الشيخ في اكمال القراءه. تفضل حياك الله. قال: وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم، ويتيمم للجرح عند غسله ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح وطلب الماء فرض، فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد. المسألة الأولى ها هنا: إن وجد ماء لا يكفي طهارته، يعني وجد ماء وهو يريد أن يتوضأ لكن هذا الماء لن يصل في غسله حتى ينهي الوضوء، فبقي غسل القدمين مثلا، ماذا يصنع؟ قالوا: يستعمل الماء ثم بعد ذلك يتيمم، ولا يكفيه ولا يجزئه أن يبدأ بالتيمم مع وجود الماء القليل الذي لا يكفي. واستدلوا على ذلك فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقالوا هذه استطاعته. نعم. ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء، يعني لو كان جرح في الوجه مثلا، لو كان جرح في الوجه لا يمكن أن يمس وجهه الماء، لا يمكن أن يمسح وجهه بالماء لأجل هذا الجرح، فإنه يتيمم له، يتيمم له. نعم. ويغسل الصحيح، يعني لو أنه كان عندنا جريح وصحيح ماذا يصنع؟ يغسل الصحيح ويتيمم للجريح، ويتيمم للجريح. نعم. وطلب الماء فرض، طلب الماء فرض، يعني يبحث عن الماء قبل أن يحكم بأن الماء غير موجود، فيطلبه في رحله وفي الأماكن القريبة منه عرفا، فعندئذ يقول إنه لم يجد. قالوا: إن لم يتحقق عدم وجود الماء، إذا تحقق وتأكد وتيقن من عدم وجود الماء فهنا لا يكون هذا يعني الأمر على ما ذكرنا. نعم. فإن نسي قدرته عليه، يعني كان يعلم أنه قادر على الوصول إلى الماء لكنه نسي قدرته على ذلك، وتيمم يظن أن الماء غير موجود وأنه غير قادر على الوصول إليه، فتيمم، ما الحكم؟ قالوا: يعيد. لماذا يعيد؟ لأنه صلى بغير طهر شرعي صحيح. نعم. سن الله عليكم. قال: وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعه، إلى كوعيه، إلى كوعيه، وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا. نعم. هذه فروض التيمم، فروض التيمم، وقلنا الفروض بمثابة الأركان، لا بد منها، لا بد منها. الآن هذه الفروض كم؟ 4. هذه الفروض 4. قال: مسح وجهه، مسح الوجه فرض في التيمم، سواء كان ذلك عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر أو عن ماذا؟ عن غسل نجاسة في البدن، في البدن، في البدن. نعم. مسح الوجه إذن هذا فرض من الفروض.
ويديه إلى كوعيه. اليدان فرض أن يمسح إلى الكوعين، إلى الكوعين، والكوع هو العظم الذي يلي ماذا؟ الإبهام. الإبهام، وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصير الكرسوع والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فقل بالعلم واحذر من الغلط. نعم، فهذا يعني مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين أمر مشترك بين الأنواع جميعها. ثم قال وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا. لماذا خصوا ذلك بالأصغر؟ لأننا في الطهارة الصغرى في الوضوء جعلنا الترتيب والموالاة ماذا؟ من فروض الوضوء، وذلك ليس فرضا في الغسل، ليس فرضا في الغسل. فكذلك ها هنا قاسوا على الطهارة الصغرى هنالك المائية هذا الأمر، فلا بد من الترتيب. يعني يبدأ بماذا؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هكذا جاء في الآية الكريمة. فيبدأ بماذا؟ بالوجه، ثم يمسح ماذا؟ الكفين بالراحتين. نعم. قال وموالاة أيضا، كذلك هذا الحكم يوازي ما جاء في الوضوء، بحيث لو كان قد غسل الوجه، بحيث لو كان قد غسل الوجه فلا يؤخر المسح على اليدين بحيث يجف ذلك العضو المغسول. نعم. صلى الله عليكم. نعم. قال ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق، ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء إن تيمم لفقده. نعم، نية الاستباحة شرط لما يتيمم له. نحن قلنا أن التيمم مبيح، فهو ينوي استباحة هذا الذي يريد أن يفعله من صلاة أو طواف أو غير ذلك. قال ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا. لماذا؟ لأننا قلنا أنه مبيح، فلا يفعل به ما هو أعلى إذا كان قد نوى ما هو أدنى. ولهم في ذلك ترتيب، لكن المصنف لم يتعرض إلا للصلاة هنا، ولهم في ذلك كلام. نعم، المنذور سيكون بين الفرض والنفل، لو كان عندنا صلاة منذورة فهي بين الفرض والنفل، فإذا نوى ما هو أقل فإنه لا يفعل به ما هو أعلى. نعم. قال أو أطلق، يعني كذلك الإطلاق لا يجعله يصلي الفرض، نبقى في ما هو أدنى لأن التيمم مبيح لا يرفع الحدث. نعم. ويبطل ما هو التيمم، يبطل بخروج الوقت، وهذا يتعلق بسؤالك في الفاصل، في أثناء الفاصل، أنه لو تيمم لصلاة المغرب هل يجوز له أن يتيمم أو أن يصلي بذلك التيمم صلاة العشاء؟ الجواب لا، لأن خروج وقت المغرب يبطل تيممه، فلا بد له من أن يتيمم بعد دخول وقت العشاء ليصلي العشاء. قال ومبطلات الوضوء، مبطلات الوضوء هي نواقض الوضوء الثمانية، هي نواقض الوضوء الثمانية، فهو مقيس على ذلك. نعم. وبوجود ماء إن تيمم لفقده، لو وجد الماء بطل التيمم، إذا وجد الماء بطل التيمم. قال وبوجود ماء إن تيمم لفقد الماء. نعم، تفضل. قال وسن لراجيه تأخير لآخر وقت، لآخر وقت مختار، وقت مختار. قال أحسن الله عليكم. قال وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار. من هو الراجي؟ هو الذي يتوقع ويأمل أن يأتي الماء أو أن يجد الماء، فإذا كان يرجو ذلك فيسن له أن ينتظر إلى آخر وقت الصلاة المختار،
إلى آخر وقت الصلاة المختار. فهذا التأخير سنة، وقد جاء عن علي رضي الله عنه ما يدل على ذلك. هنا قالوا حتى لو استوى عنده الأمران يسن له التأخير، يسن له لو استوى عنده الأمران، بحيث أنه بين الرجاء والخوف، فهو قد يأتي الماء بنسبة 50% وقد لا يأتي بنسبة 50%، استوى عنده الأمران، فيقولون يسن له أن يؤخر إلى آخر الوقت. نعم، إلى آخر الوقت المختار، يعني لا يؤخر إلى وقت الضرورة في صلاة العصر وصلاة العشاء. صلاة العصر وصلاة العشاء لهما لكل منهما وقتان، لكل منهما وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار، فهو يؤخر إلى آخر الوقت المختار. المختار، نعم. قال: ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا. نعم، من عدم الماء والتراب، هذا يسمى فاقد الطهورين، عدم الماء وعدم التراب، أو أن به شيئا أو مرضا أو مشكلة في الجلد تمنع من استعمال الماء واستعمال التراب، هذا ماذا يصنع؟ قال: صلى الفرض فقط على حسب حاله، يعني بلا ماء وبلا تيمم. نعم، ومن الأدلة عند الحنابلة على ذلك ما جرى في خبر أم المؤمنين عائشة عندما ذهب الركب ولم يكن حينئذ قد يعني عرف التيمم، فحتى قيل: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. نعم، فحصلت الصلاة على الحال دون وضوء، دون وضوء. فكذلك لو عدم الماء والتراب فإنه يصلي على حاله، لكنهم قالوا إنه يصلي الفرض فقط، يعني لا يصلي ماذا؟ النفل، ما زاد على الفرض. ويقتصر على مجزئ، يعني يقرأ الفاتحة ويسبح تسبيحة في الركوع وتسبيحة في السجود. قال: ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا. لا يقرأ، لأن الجنب منهي عن القراءة عن ظهر قلب. قال: ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا. فإذا كان ذلك عن جنابة، يعني أن عليه حدثا أكبر، فإنه لا يقرأ إلا في الصلاة على الوجه الذي ذكروه. وبهذا نكون قد ختمنا فصل التيمم بحمد الله تعالى. طيب يا شيخنا، الله يحفظكم، نستأذنكم في الأسئلة. تفضل. وردنا سؤال بالأمس عن الحدث الأكبر، ذكرتم يا شيخنا أنه يزول بالاغتسال، فكان السؤال يا شيخنا لعلي أجده إن شاء الله حتى أقرأه نصا. سن الله عليكم شيخ. وعليكم. قبله وردنا السؤال، قال: هل يأثم من مس المصحف وهو على جنب؟ وهو على جنابه. نعم، ذكر المصنف أنه يحرم على المحدث أن يفعل ذلك، فالذي يلزم من ذلك أنه عرضة للإثم. نعم، فإذا كان جنبا ومس المصحف أو قرأ عن ظهر قلب فإن ذلك من أسباب الإثم، نسأل الله السلامة لنا وللمسلمين أجمعين. السؤال الذي ورد في الغسل: لو أن إنسانا وقعت عليه الجنابة وأراد أن يغتسل، ولكن به عضو لا يمكن غسله لخوف الضرر، فهل يجب عليه غسل جميع البدن باستثناء هذا العضو؟ وهل يتيمم له؟ نعم، مسألة الغسل إذا كان عنده عضو لا يمكن أن يغسله بالماء،
فهنا إن كان يمكن مسح هذا إذا كان عليه جبيرة أو نحو ذلك، إذا أمكن المسح كما ذكرنا في مسائل الجبيرة ومسائل المسح على الحوائل، فإن الأصل هو ماذا؟ أن يمسح على الجبيرة إذا أمكن المسح بالماء، فالأصل أن يفعل ذلك. فإن لم يمكن هذا ننتقل إلى التيمم بالشروط التي ذكرها فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى. بارك الله فيكم. في سؤال آخر أيضا فضيلة الشيخ، ذكرتم أن الطواف يلزمه الطهارة، من انتقضت طهارته أثناء الطواف هل يلزم منه تجديد الطهارة والعود من حيث وقف أو استئناف الطواف من جديد؟ بارك الله فيكم. فتوى كثير من مشايخنا حفظهم الله وبارك فيهم أنه لا يلزم أن يعيد من أول طوافه، وهذا هو الأرفق بالناس اليوم، لا سيما كبار السن وأصحاب الأعذار. فإذا توضأ، إذا حصل انتقاض الوضوء أثناء الطواف، فإنه إذا توضأ يكمل من حيث وقف. سن الله عليكم. قال: هل يجوز الصلاة لغير اتجاه القبلة بالنسبة للمريض الذي لا يستطيع الحركة؟ لو تعيد السؤال حفظك. قال: هل تجوز الصلاة لغير اتجاه القبلة للمريض الذي لا يستطيع الحركة؟ إذا كان لا يستطيع الحركة ولا يمكن أن يوجه إلى القبلة فليفعل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: هل كل ما في البحر يؤكل مثل التمساح وغيره؟ هذه المسألة لعل الذي يكمل دراسة الكتاب تمر به هذه المسألة إن شاء الله تعالى، لأن فيها تفصيلا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام نتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لفضيلة الشيخ أبو بكر بن سالم باجنيد، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز، كما نشكركم أنتم على حسن المتابعة والاستماع، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هذا البرنامج برعاية أوقاف علي عبد العزيز الضويان، عطاء بإحسان. هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور، يمضي عليه المؤمنون به، درب الهدى بالقوم معمور. الفقه زاد القوم يسعفهم، ناداهم داعي الهدى سيروا، وتفقهوا في الدين واغتنموا، فالفقه بعد الشرح ميسور، لتعلموا من تقدرون على تعليمه، والكل مأجور.